الأسطورة، الهوية والقليل من الهرطقات في كتب تفتح مخنا. قانون الأكثرية ليس دائماً مرادفاً للديمقراطية والحرية والمساواة، بل هو أحياناً مرادف للطغيان والاستعباد والتمييز العنصري. وعندما تعاني إحدى الأقليات من القمع، لا يحررها الاقتراع العام بالضرورة، بل قد يضيق عليها الخناق. الحلو بالقراءة أنه هدفها الأساسي أنها توسع مدارك الإنسان، بتعرفنا على موضوعات مختلفة ممكن تساعدنا بأي زمان ومكان. الكتب اللي رح نتناولها اليوم هي كتب فكرية، لكنها سهلة وبسيطة وممكن تكون مدخل إلنا لحتى نحاول نتعرف على قضايا عميقة. خلونا نشوف مع بعض كيف ممكن الكتب تساعدنا بإننا نفتح مخنا. إحنا عم نعيش بزمن صارت فيه آثارنا وحضاراتنا مهددة بالضياع على أيدي أشخاص احتكروا الحق واعتبروا إنه جميع هذه الأمور أباطيل وخرافات يجب التخلص منها. لكن اللي ما إله ماضي ما إله حاضر. كتاب مثل مغامرة العقل الأولى كفيل بأنه يكون مدخل يعرفك على أهم الآثار والحضارات للشعوب القديمة اللي عاشت على أرضنا في سوريا والعراق. الكتاب معني باكتشاف رحلة العقل البشري منذ الأزل مع تفسير أهم الأحداث والظواهر بحياته وربطها بقوى خارقة. فالكتاب بيستعرض مجموعة من الأساطير والنصوص لهذه الشعوب اللي عاشت على أرضنا مثل السومريين والكنعانيين والبابليين، وبقارن نصوصهم المقدسة مع نصوص دينية مثل التوراة. رح يذهلك التشابه الغريب ما بين نصوص هاي الشعوب وبين نصوص دينية موجودة في زمننا الحاضر، ورح يثير في ذهنك الكثير من الأسئلة. الكتاب جداً فريد من نوعه بالمجال اللي بيطرحه، لهيك أنا أعطيته 4 من 5. إذا كنت مهتم بأنك تعرف أحوال الشعوب والحضارات اللي عاشت على أرضنا، فكتاب مغامرة العقل الأولى رح يكون لإلك. شو الهوية وما جذب وجود الهوية من الأصل؟ وهل لازم ناخذ مكون واحد بس من شخصيتنا ونعتبره هو هويتنا؟ وشو هو هذا المكون؟ هل هو الدين، الطائفة، اللغة؟ يعني أنا ما بنفع مثلا أكون فرنسية ولبنانية بنفس الوقت مثل ما أمين معلوف سأل في هذا الكتاب؟ وهل ممكن هاي الهوية إنها تكون مبرر لكل هذا القتل والترويع والتطرف المقيت الموجود في العالم، وأن يبدأ القتل باسم الدين أو الهوية أيا كانت؟ أسئلة برأيي كتير مهم إنه نتطرق لها في هذا الزمن ونحاول نجاوب عليها مع أنفسنا. وأمين معلوف في الهويات القاتلة بيستعرض هاي الأسئلة وبيقدم إلها تحليلات فريدة من نوعها، خاصة فيما يتعلق بالحروب القائمة على أساس هوياتي بحت. الكتاب أنا منحته 4 من 5. هرطقات الديمقراطية، العلمانية، الحداثة والممانعة العربية. مفاهيم ما بتخوف، هذا الحلو في هذا الكتاب، إنه هو بيتناول مفاهيم تقيلة وإشكاليات كبيرة وعميقة، لكن على شكل مقالات مجمعة فبتصير سهلة ومتوفرة للقارئ إنه يقرأها بأسلوب بسيط وعميق. لكن هذا الكتاب من النوع اللي بتقرأ كم صفحة بعدين تصفن شوي، ترجع بتعيدهم، تصفن بعدين ترجع بتعيد مرة تانية. لكن الحلو فيه إنه بيعطيك فكرة عن الموضوع. ليش اختفى نشاط الترجمة في مرحلة ما من حضارتنا؟ من شو خفنا؟ شو يعني ماركسية؟ هل بنفع يكون في فلاسفة عرب؟ كيف بنقرأ حضارات ومنجزات الآخر؟ هل العرب عندهم كبرياء فكري؟ وغيرها من الأسئلة. يعني هذا الكتاب تطلع من وراء مشروع مفكر صغير. أنا حبيته وعطيته 4 من 5. دائماً بحب أتذكر بس أقرأ كتب فكرية إنه هاي الكتب هي خلاصة تجربة الأشخاص اللي كتبوها وعاشوها، وبالتالي مش شرط تكون صحيحة 100%، لكنها على الأقل بتعطيني فكرة وبتخليني أقدر أناقش الناس اللي حوالي في موضوعات مختلفة. خبرونا أنتو إيش في كتب أثرت في تفكيركم وساهمت في توسيع مدارككم؟